والآن أدعو معالي السيد جيهون بيريموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان لإلقاء كلمته فليتفضل. Mr. Chair, distinguished... سيدي الرئيس، رؤساء الدول والحكومات، الموقرين، الأمين العام، الزملاء الأعزاء، سيداتي وسادتي، في البداية أود أن أعبر عن امتناني وتقديري الكامل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على عقد هذه القمة الهامة. إن أذربيجان تبقى متوجسة ومتخوفة وقلقة بشأن ما يجري في منطقة الصراع بين إسرائيل وغزة وقتل الأطفال والنساء، هذه الأشياء المزعجة، ولا يجب أن يكون ذلك مستمرا. إن أذربيجان تعبر عن كامل مواساتها لأسر الأبرياء، وننضم للآخرين في الدعوة إلى نزع فتيل الصراع ولإيقاف تفاقمه فورا، وكذلك يجب أن يتوقف هذا العدوان، وأي إجراءات تساعد على تفاقم الموقف يجب تجنبها، كذلك لتجنب امتداد الصراع إلى المنطقة بالكامل. ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن يحشد قدراته ليعيد الحياة إلى طبيعتها وليوقف هذا العدوان. إن أذربيجان تدعم بقوة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفقا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن الأمم المتحدة. وهذه السنة لدينا مكتب لممثلنا في رام الله، ونسعى إلى تدعيم علاقتنا مع دولة فلسطين وأذربيجان كونها تدافع بقوة عن القانون الدولي والعدالة في الساحة الدولية. ورئاستنا لمنطقتنا مهمة جدا لدعم القضية الفلسطينية وإحراز التقدم فيها. وفي روح التضامن الإسلامي، فإن أذربيجان تدعوكم لدعم الجهود الداعمة لإيجاد حلول للسلام الدائم المستمر في فلسطين وفقا للقانون الدولي ولتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب فلسطين. فإن أذربيجان تقدم تبرعا من خلال وكالات الأمم المتحدة، وسنعقد عددا من الفعاليات الهامة لحشد الدعم السياسي لقضية فلسطين، بما في ذلك شبكة الأوراق المالية الإسلامية ومؤتمرات للتبرع لمدينة القدس، كما أننا خصصنا مؤخرا تمويلا لبناء المدارس في فلسطين بقدرة أكثر من 600 تلميذ. الزملاء الكرام، أذربيجان عانت من الاحتلال الأرميني لأكثر من 30 سنة، ونشكر دول منظمة التعاون الإسلامي لدعمهم لدولة أذربيجان. أكثر من 100 قمة وقرارات تم تبنيها في آخر 30 سنة تدين الاحتلال والعنف والعدوان الأرميني وتدعم نزاهة وسلامة أراضي أذربيجان. نريد أن نحل هذا الصراع الدائر حاليا بالحل الدائم. هدفنا كذلك إنهاء الاحتلال القائم. وبما أن أرمينيا لا تريد أن تتخلى عن أعمالها، إلا أن أذربيجان ليس لديها حل إلا أن تلجأ إلى استخدام القوة لاستعادة أراضيها في الحرب التي كانت في 2020. ومنذ شهرين أذربيجان استعادت كامل سيادتها على أراضيها في عمليات لمكافحة الإرهاب. إلا أنه في هذه أعمال العنف والعدوان، فإن القانون الدولي تحدث له انتهاكات، وخلال سنوات من العدوان كانت هنالك ازدواجية في المعايير وعدم كفاءة في عمل المنظمات الدولية، وللأسف الأمم المتحدة لا تلبي توقعات المجتمع الدولي، ويجب أن تمر بإصلاحات كبيرة وجوهرية. مجلس الأمن الذي له مسؤوليات مهمة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ما زال يخضع رهينة لاهتمامات ومصالح بعض الدول الكبرى. ولأختتم سيدي الرئيس، اسمح لي أن أعبر عن أملي أن الأمن والسلام سيتم تحقيقها في كافة أنحاء العالم ليقود إلى التنمية المستدامة والازدهار المستدام. شكرا جزيلا.